لوقف هذه العمليات وبالتالي محاصرة القوى التكفيرية والإرهابية واللي فعلا أصبحت شريكة ومتعاونة. إذن سيد خالد، يعني هناك نعم، هل هناك توافق برأيك، هناك توافق بالأهداف بين الأطراف الخارجية التي أرادت تعكير العملية السياسية وبين الجماعات التي تقف وراء التفجيرات والعمليات الإرهابية في العراق؟ أختي العزيزة، مثل ما تعرفون أن جهود إقليمية تبذل لتغيير مسارات العملية السياسية، وواحدة من أهم المرتكزات هو إرباك الملف الأمني، لأن نجاح كل الجهود السياسية منوط بنجاح العراقيين في استتباب الأمن والقضاء على الإرهاب ومحاصرة المجرمين والإرهابيين. وفعلا للأسف الشديد هذه الأجندات التكفيرية والإجرامية بدأت تتحرك من خلال الأجندات السياسية لبعض الدول الإقليمية، وهذا أمر مقلق جدا في الوقت اللي احنا محتاجين لمساعدة هذه الدول. هذه الدول الآن تبذل جهود في إرباك الملف الأمني. أنا أعتقد الإنجازات والأعمال اللي قدمتها الأجهزة الأمنية العراقية كبيرة جدا، إلا أن هذه التدخلات كبيرة أيضا وخطيرة أيضا، وفعلا استعدها بعض العناصر داخل العراق، مما شكل حالة من الفروقات الأمنية الكبيرة أسهمت في حدوث هذه التفجيرات، وقد تحدث تفجيرات كلما اقتربنا من موعد إجراء الانتخابات العراقية. ولكن احنا نعتقد أن كل هذه التفجيرات وكل هذه العمليات لن تفوت من عضد الشعب العراقي في مواصلة مسيرة الديمقراطية إن شاء الله. الأستاذ خالد الأسدي، عضو مجلس النواب العراقي، كان معنا عبر الهاتف من بغداد في هذه الدقائق، شكرا جزيلا له. ونعود إلى الأستاذ عادل المانع، رئيس تحرير جريدة السياسة، تصحيحا لما أعلنه في بداية البرنامج. أستاذ عادل، يعني هذه الهجمات إلى أي حد تعبر عن رد فعل حيال ممانعة الساحة العراقية أمام المؤامرات؟ تفضل. بدءاً أنا أتقدم بالتعازي إلى ذوي الشهداء وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى. حقيقة المشهد العراقي، يعني هذه لم تكن هي بغريبة أو حادثة جديدة على الساحة العراقية، إنما هي من أشد القضايا المتوقعة والمتوقعة أكثر من هذا بأن تزداد نسبة التفجيرات كلما اقتربنا من إجراء موعد الانتخابات. أنا بتقديري، يعني ما تفضل به الدكتور خالد الأسدي وهو عضو في البرلمان العراقي ويتحدث عن الإرهاب والإرهاب في العراق والتكفيرين وما إلى ذلك، هذا معروف، ولكن هناك قضايا حقيقة أهم بكثير. يعني المشكلة أنا في تقديري تكمن في التراخي الأمني أولا، والقضية الأخرى هي الإفلاس السياسي الذي يعد واحد من أهم المرتكزات المروجة لهذه القضية. وإلا السؤال الذي يجب أن يطرح بشكل صحيح، إذا كان التفجير في منطقة معينة في بغداد وهذا التفجير قلنا أنه جاء من جهة خارجية أو بتخطيط خارجي ولكن التدبير عراقي، هل من المعقول أن تفجر 5 مناطق مختلفة في بغداد في ساعة معينة وبدقائق منفصلة معدودة بين التفجير والآخر ونقول أنه هذا هو استهداف؟ نعم، هو الاستهداف بالأساس هو استهداف للعملية السياسية برمتها، استهداف للمواطن العراقي أساسا لتقويض حريته وما آلت إليه الديمقراطية من إبداء رأيه في كثير من القضايا. ولكن التراخي الأمني وما يدار من قبل المؤسسات الأمنية هو هذا ما يجب أن يشير إليه. يعني هناك تقصير واضح للعيان، إن لم أقل هناك أصابع وأيادي خفية مررت وسهلت مرور هذه المفخخات التي انفجرت منها في الرصافة واحدة وفي الكرخ واحدة أخرى بنفس المكان، عفوا بنفس الزمان. هذه التقديرات أنا يعني أرجو أن يركز عليها السياسيين لما يتحدث سياسي على مستوى عالمي في فضائيات عالمية مثل هكذا برنامج،
ويكون مستوى الحديث بمستوى من البساطة والسطحية، أنا لا أعتقد أنه هو هذا الأساس. متى ما أردنا أن نحلل التحليل السياسي الصحيح لهذه القضية، هناك دول جوار هي غير محبذة للعملية السياسية وتسعى لتقويض العملية السياسية، وهناك دول إقليمية أيضا ساعية وجاهدة لتقويض العملية السياسية. ولكن يا سيدتي العزيزة، المشكلة أنا في تقديري تكمن أنه بالإفلاس السياسي لكثير من الكتل السياسية العراقية التي تشارك بالحكومة الآن، لأنها يعني اتضحت لها الصورة من خلال استبيانات قد تكون خاصة جمعتها، وقد تكون استبيانات من خلال طرح ما يطرح في الشارع العراقي وما ينقل لهذه الجهات، على أنه هناك إفلاس سياسي تشكو منها هذه الكتل، فلذلك تسعى هذه الكتل جاهدة للنيل من الحكومة العراقية لما أبدت من شجاعة فائقة في كثير من المواقف. وأنا لست بصدد الدفاع عن الحكومة وعن شخص سيد نوري المالكي، ولكن هناك كثير من القضايا يعني تسجل لحساب الحكومة، لا يراد لهذه الحكومة دورة انتخابية أخرى، لا يراد لها مزيد من 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 العمر، لأنه هي تسعى باتجاه وما تسعى إليه البقية الكتل السياسية التي تشكو الإفلاس السياسي باتجاه آخر. وإلا ما قولك في الدكتور صالح المطلق عندما يقول 40 بعثي من البرلمانيين او 40 برلماني بعثي سيجلس على مقاعد البرلمان؟ هل هذا هو فكر سياسي ونضوج سياسي صحيح؟ هل هذا هو تعاطي عراقي 100%؟ نحن لا نريد، أنا أتحدث بصراحة، نحن لا نريد كشعب وكمواطن عراقيين سنتقدم إلى صناديق الاقتراع في 6 آذار المقبل نماذج بهذا الشكل، لأنه الآن أنا بتقديري العقلية السياسية يعني هناك المشكلة تكمن في العقل الجمعي السياسي العراقي لأسباب عديدة، منها تغليب مصلحة العرق وتغليب مصلحة الحزب وتغليب مصلحة الطائفة على مصلحة الفردي والعراق. القضية الأخرى أنه لا تزال الولاءات كما أشار الدكتور فخري القيسي، هناك الولاءات ليس للعراق، الولاءات إلى 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 الحزب وما هو الكتلة الأضيق من إلى الدوائر الأضيق، يعني حتى إلى الشخص، أنا أحيانا إلى شخص هذا المسؤول أو شخص ذاك المسؤول، بالإضافة إلى أنه لا تزال هذه الكتل تتبنى شعارات زائفة يا سيدتي العزيزة، هذا يعني هو الضحك على الذقون. نحن يعني يجب أن نربأ بأنفسنا كمواطنين عراقيين وكمحللين سياسيين وكمراقبين إلى أن نتماشى مع هذه القضايا، أن نتماشى مع هذه التحليلات التي تريد أن تسطح العملية، وإلا هي لا تعدو دوائر يعني حقيقة أنا يعني قد أعجز في التعبير عن ما أصف من الجهل السياسي. طيب أستاذ عادل، يعني دعنا إذا التراخي الأمني، وأيضا أيضا الدكتور القيسي متفق معك في موضوع الهشاشة الأمنية أو هشاشة الوضع الأمني بالعراق، لكن نريد أن نعيد إليه نقطة الإفلاس السياسي لبعض الكتل العراقية لاستهداف جهد الحكومة. يعني دكتور فخري، هل توافق على هذه الرؤية التي طرحها أستاذ عادل مانع؟ تفضل. أنا أعتقد يعني مع احترامي لرأي أستاذ عادل، يعني يمكن يكون الأمر بصورة غير مباشرة، لكن أنا أعتقد يجب أن يكون لأحدنا بعد نظر في هذه المسائل، لأنني أعتقد أن صراعات كهذه التفجيرات تخلق أصلا من قبل مخابرات دول خططت الاحتلال وساهمت في دخول قوات الاحتلال، ولا زال مسلسل هذا الاحتلال قائم، حلقات قائمة واحدة تلو الأخرى. وأنا أستغرب من كلام الأستاذ خالد الأسدي أن يكون محور تحليله يكون بهذه الأفق الضيق، بحيث أن المؤسسات الأمنية قد بذلت جهدا عظيما، ونحن في الشارع العراقي وموظفين نذهب يوميا إلى الوظائف ونضحك، كل العراقيين يضحكون من عدم وجود الاستراتيجية الأمنية الحقيقية المبنية على خبرة مهنية وكفاءة حقيقية عسكرية. ليست الاستراتيجية الأمنية وحماية المواطن من خلال صبات كونكريت أو سيطرات في الشارع. والمضحك، نحن الآن جئنا من وظائفنا إلى القناة العالم
يبعد مكان وظيفتي كليتي 10 كيلومترات عن قرية